احتفى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول في بطولة العالم للرجل الحديدي التي اختتمت مؤخرا في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية. وشهدت الفعالية حضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من الشخصيات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وقد شارك في الفعالية العديد من الرياضيين والفرسان عبر امتطاء الخيول من قرية البحرين الدولية للقدرة باتجاه بلاد الجزائر وبمشاركة من دراجي البحرين وعدد كبير من الاسطبلات ومراكز الفروسية، حيث شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في موكب الخيل والدراجات. وأعرب سموه عن تقديره للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بهذه الاحتفالية التي كانت مميزة ولكافة المشاركين في الاحتفالية من اسطبلات ومراكز للفرسان وكافة الدراجين والفرقة الموسيقية. من جانبه أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن هذه الاحتفالية تأتي تقديرا واعتزازا من قبل أسرة رياضة الفروسية في المملكة بالإنجاز التاريخي الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية هي أقل ما تقدمه هذه الأسرة لسموه الذي رفع اسم المملكة عاليا في المحفل العالمي الكبير. وأشار سموه إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حريص على تقديم التقدير والاحتفاء بسمو الشيخ ناصر بن حمد الذي يعتبر نموذجا يحتذى في الجانب الرياضي، لا سيما أن سموه ضرب أروع الأمثلة في الوفاء بالعهود التي أطلقها سابقا عندما حقق لقب بطولة العالم للرجل الحديدي ليسجل اسمه واسم مملكة البحرين بأحرف من ذهب في المحفل العالمي، مقدما سموه كل الشكر لكافة المشاركين في الاحتفالية.